مبارك. نادي المستقبل بطل لدور كرة القدم لفئة الأشبال على مستوى منطقة عفرين شمال حلب. أسبوعان من اللعب المتواصل أوصلت النادي لتحقيق اللقب على حساب فريق اتحاد عفرين الذي خسر المباراة النهائية بهدفين دون مقابل، ليتوج نادي المستقبل بالبطولة وسط فرحة عارمة. الحمد لله رب العالمين، والله الفرحة هيك، الشباب هيك ما قصروا والحمد لله، يعني هذا كله بعد تعب، صرنا سنتين يعني على تعب والحمد لله أنجزنا بطولة الدوري العفرين لفئة الأشبال، والحمد لله يعني رب العالمين الله وفقنا وما خذلنا هالجمهور وهالحبايب. ثماني فرق شاركت بالبطولة قبل أن تشهد الجولة الثانية انسحاب أحد الفرق لتحتدم المنافسة على أرضية ملعب المدينة الرياضية، ولم يكن مستوى المباراة التي أقيمت لتحديد الوصيف أقل حماساً، حيث توج نادي الرواد وصيفاً للدورة. اليوم مباراة لعبنا، كان عندنا مباراة الساعة 3:30، جينا عليها حمينا لعبنا، أول شوط انتهى النتيجة 0 بيننا وبين اتحاد عفرين. مشينا بالمباراة، ضلينا شيء بعد 10 دقائق من انتهاء الشوط الأول أخذنا جول والحمد لله، اتحاد عفرين أخذ ضربة جزاء وحارسنا ما شاء الله الوحش تم تصديها، وكانت أجواء المباراة بفرحة ونهاية لنا. لعبنا ثلاث مباراتين بدور المجموعات، لعبنا نصف خسرنا مع نادي عفرين، ولعبنا اليوم مباراة على المركز الثالث والرابع، أخذنا مركز الثالث، مبروك لأخواتنا نادي المستقبل المركز الأول. الناشئين الأشبال الرجال فئات عمرية يوليها القائمون على النشاطات الرياضية في منطقة غصن الزيتون اهتماما كبيرا، فالدورات والبطولات المحلية تقام بشكل مستمر على مدار العام. للموسم الثالث على التوالي تقام بطولة الأشبال لكرة القدم في منطقة غصن الزيتون. أجواء حماسية سادت المباراة التي جمعت بين فريقين من أميز فرق الدوري. ماجد العمر، حلب اليوم، عفري.